يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر، فكيف يوجه هذا؟ نعم، هذا ورد في صحيح مسلم وفي الترمذي وغيره، لكنه من الأحاديث المتشابهة، من الأحاديث المتشابهة أو المجملة، يحمل على النصوص الأخرى أنه إنما جمع لأجل العذر. الرسول لا يجمع من غير عذر أبدا، إنما جمع من أجل العذر، إما لمرض وإما لمطر وإما لسفر. فيحمل هذا الحديث على الأحاديث الأخرى، هذا جواب، وهو أحسن الأجوبة، أنه يحمل على الأحاديث الأخرى أنه فعله لعذر يبيح الجامع. والقول الثاني أن هذا الحديث لا يعمل به، يقول الإمام الترمذي ليس في كتاب حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا هذا الحديث. فتوقف كثير من العلماء فيه وتركوا العمل به لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة. وجواب ثالث، يحملون هذا على الجمع الصوري، وهو أنه أخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وقدم الصلاة الثانية في أول وقتها وصلاهما جميعا، صورة جمع وهما هو بجمع، كل صلاة في وقتها. ولكن أحسن الأجوبة الأول، أن يحمل هذا الحديث المتشابه على الأحاديث المحكمة، وأنه لم يجمع إلا لعذر عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يسافر لأجل الفطر في رمضان أو لأجل الجمع والقصر للصلاة؟ يقولون إذا سافر من أجل الفطر أو من أجل القصر يحرم السفر، يحرم سفره ويحرم قصره، لأن هذا تحيل على الرخص من غير سبب شرعي. نعم.